التدخل المبكر ليه 3 مراحل. أول مرحلة من عمر يوم لغاية سنة، وده اسمه مرحلة الطفل الرضيع، وده موجود في برنامج بورتج، وده أهم برنامج بنشتغل بيه مع فئات ذوي الإعاقة. بنبتدي نخضع الطفل لمجموعة من الأهداف. البورتج فيه نمو الرضيع، وفي الحياة الاجتماعية والحياة العملية، في كمان القسم اللغوي والحركي والسلوكي. من خلال البرنامج احنا بنقدر ان احنا نستهدف مجموعة من المهارات للطفل. لما بنطبق البرنامج على الطفل وبنعمل ده اسمه قياس، احنا بنقيس المهارات، ومن خلال البرنامج بنبتدي نشتغل، بنعرف منه ايه نقاط القوة وايه نقاط الضعف اللي موجودة عند الطفل، وبنبتدي نشتغل على مهارات القوة ننميها اكتر، عشان ده بيخلي الحالة النفسية للحالة افضل، وبنبتدي نستهدف نقاط الضعف وبنبتدي ندعمها ونقويها عشان تصبح مراحل قوة أو نقاط قوة عند الحالة. في نهاية المرحلة الطفل بيكون اتعلم كل الأهداف اللي احنا سردناها في نقاط القوة بعد القياس على البرنامج. لو الطفل مثلا في القسم اللغوي كان مش بيعرف يناغي أو يطلع أصوات، وفي المرحلة دي المفروض ان الطفل من عمر يوم لعمر سنة ابتدى يقول عند السنة كلمات مفردة، فالنجاح في المرحلة ان انا ابتديت احط حصيلة لغوية للطفل انه يبتدي يقول كلمات مفردة زي بابا ماما العب اكل اشرب. دي نجاحات بتكون تمت خلال المرحلة الاولى. في الحياة الاجتماعية مثلا ان هو يكون ابتدى يلعب مع طفل اخر ويبتدي يتبادل الالعاب او ينتظر الدور، وهنا بيكون طفل منظم، ابتدى ينفذ بعض المهارات زي ان هو يعتمد على نفسه او يبتدي ينفذ اوردر يطلب منه. دي كلها نجاحات في المرحلة الاولى. المرحلة الثانية دي بتكون من عمر سنة لعمر 3 سنين، وهنا الطفل بيكون دي اسمها مرحلة الحضانة. بيتعلم فيها مهارات كتيرة جدا، بيبتدي يخرج بقى من المجتمع الصغير بتاع الأسرة للمجتمع الأوسع بتاع الحضانة. فالطفل بيكون جوه الحضانة لازم يتعلم حياة اجتماعية، لازم يتعلم النظام، لازم يتعلم انه يخدم نفسه بنفسه. وجوه الحضانة الموضوع أوسع من تقييم وبرنامج بس، لا كمان بنشتغل مثلا لو الحضانة دي مجهزة وفيها فصل منتسوري، بيبتدي كمان يتعامل باستراتيجية المنتسوري. بيبتدي جوه الكيان ده أو جوه الحضانة أو المركز يتعامل مع الأكبر منه، بيبتدي يتعلم الاحترام، بيبتدي يتعلم أسلوب الاتيكيت في الكلام، في الأكل، في الشرب، كمان في رعاية الذات إن هو يخدم نفسه بنفسه ويدخل التويلت لوحده. طبعا لو الطفل جاي عند عمر مثلا 2 سنين بيكون لسه بالبامبرز، فاحنا بنبتدي نأهل كمان ان الطفل يبتدي يعمل رعاية ذاتية، يغسل ايده ووشه، وكمان يبتدي ان هو يبتدي يطلب التويلت. بنبتدي في المرحلة دي ان احنا نشتغل مع الطفل على الطلب، ان هو يطلب ازاي وطريقته تكون ازاي وهو قاعد في وسط الاطفال، يشتغل بأن هو ينفذ التعليمات إلى آخرها. ما ينفعش أن هو ياخد هدف ويزهق فياخد هدف غيره، لازم نكون بنشتغل أهداف مسلسلة مرتبة وكل هدف لغاية النهاية، لغاية لما يخلصه حتى لو هو مش منتج أو مش مبدع فيه.